ينازل الإنسان أحيانا، وما دمت أريد ربي وأبصد وجهه فإيش أترك من الطاعات خوفا من الرياء وقصر منها، أو ما أترك وكيف أعمل. ويقول سيدنا الغزالي: من الناس من يترك العمل خوفا من أن يكون مرائيا، فيترك عبادات وطاعات. قال: وذلك غلط، ويكون عليه في تلبيسات وتدليسات من عدوه الشيطان. ولكن الحق في هذا المسألة أن الطاعات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: لا لذة للنفس في عينه، جهد مجرد ما تسترد به الأنفس في حد ذاته، كالصلاة والصوم والحج والغزو، مقاسات ومجاهدات، فهذا إنما تسترد النفس بالمحمدة عليه. فيكون في الغالب الاندفاع إليه أولا فيه باعث دين كك. والقسم الثاني: أمور لذيذة في حد ذاتها تتطلبها النفس وتحبها، فاسمها وقود إرادة النفس وشهواتها سريعة الاشتعال معها سرعة، وهو ما له تعلق بالخلق كالخلافة والقضاء والولايات والحسبة في الأمر والنهي والإمامة في الصلاة والتذكير والتدريس وإنفاق المال على الخلق وغيره. فهذه أعمال أقرب لتحريك دواعي الآفات في النفس من أعمال العبادات الأخرى التي لا تميل النفس إليها. ولهذا تجد المشايخ يعلمون تلامذتهم لديهم ويذكرون جماعة التبليغ الخارجي معهم أن التسابق يكون على الخدمة وشؤونه، لا على إلقاء بيان ولا على إمارة ولا على شمال. ويربي المشايخ تلامذتهم على التسابق على كل ما تكره النفس ويشب عليها، ويحذرونهم من التسابق إلى ما للنفس فيه حظ، وإن كان ظاهره عبادة ما دامت لا تتعين عليك. فالقسم الأول مثل الصلاة والصوم قراءة القرآن والحج، خطرات الرياء فيه ثلاث: الأولى ما يدخل قبل العمل فيبعث على الابتداء لرؤية الناس من البداية، فهذا الخاطر الذي يخطر من البداية ليبعثك على القيام بالعمل لولا الناس ولولا إرادة مزعج ما قمت بالعمل، فهذا ينبغي أن يترك ولا تنساق إليه. لكن مهما قدرت على دفع عن نفسك تقول لنفسك: لا تستحيين من مولاك، لا تسخين بالعمل لأجله وتسخين بالعبادة لأجل عباده حتى يندفع، وتسخو نفس العمل لله يشتغل بالعمل يقوم. إذا أحس بخاطر الرياء يحمله على العمل يقف ويحرك ضميره نفسه، يقول: يا نفس السوء، من أجل الجواد الكريم المنان المعطي الوهاب من بيده الخزائن ملك السماوات والأرض، ما تندفعين للعمل ومن أجل محمدة مدح ومنزلة عند الناس تندفعين، ما تستحيين من الله. صلحي القصد، لا تقومي إلا لله، لا تصلي إلا لله، لا تقري لله، وتنطلق في العمل بعد أن تدفع هذا الخاطر الذي ابتدأ قبل بداية العمل. لكن الثانية: الخطر الذي تجيك عند بداية العبادة ما هو قبل أن تبدأ،
يعني بتنبعث لأجل الله في العبادة، بعد عند مباشرتك العبادة يجيلك التفات إلى الخلق. فلا ينبغي أن يترك العمل فليشرع وليجاهد في دفع الرياء، ولا يمكن يترك العبادات من شأن هذا، لأنه كما سيأتيك من مكايد الشيطان. طيب، الثالثة أن يعقد على الإخلاص، يبتدي ينبعث العمل مخلص لله، ويبتدي في العمل يعقد مخلص لله في أثناء العمل، بعدين وبعده يطرأ الرياء ودواعي. فهذا عليه أن يجاهد في دفع خواطر الرياء ولا يترك العمل، فيرجع إلى الإخلاص ويرد نفسه إليه قهران، لأن ترتيب الشيطان في مقابلة العباد في صدهم عن العبادة يدعوك إلى ترك العمل الأول، ما يريدك تشتغل بالعبادة لله أصلا، أي عبادة، لكن إذا لم تجب يدعوك للرياء. فإذا لم تجب يقول لك هذا العمل ليس بخالص، تعبك ضايع، ما فائدة في عمل ما تكون مخلص فيه لله ولا تحصل عليه نتيجة، حتى يثقل عليك العمل يكرهه إليك ويحملك على ترك العمل، فيحصل غرضه، حصل غرض، انقطعت عن عبادة الله. لا طبعا هذا هو قصده، قصده ما يخليك مربوط بالله، فإذا رضيت منه يقطعك قطعك. قالوا مثاله واحد عنده مولاه وسيده سلم إليه حنطة فيها بعض الغبش والفتات، وقال له صفها خلصها مما فيها نقية تنقية بالغة، فجلها ما صلح شيء، ما لك، قال أخاف إذا صفيتها يبقى شيء ما تصفى تمام، بعدين ما يقضي. هذا تجري منك وقل أدب ومخالفة للأمر، درك العمل من أصله، لا أنك عملت ولا صفيت، فتركت العمل من أصله راسا، فأنت معرض للعقوبة أكثر. إيش قل الأدب هذا؟ وهكذا الذي قاعد يترك العبادات قال يمكن ما أخلص فيها ساعة، هي يمكن ما أخلص، وأمرك ربك تعبد وتقوم بالطاعة، قم وجاهد وشل الطعام ونق بغاية مستطاعك، ومع ذلك المولى كريم إذا رأى حرصك على التنقية وما جيت على الأشياء ساعدك وفيها ينقيها لك بعد.